مرحبا بكم مشاهدينا. لا شك أن العلم هو أساس بناء الأمم وتقدمها، ومن هنا كان لابد من الاهتمام بتطوير قطاع التعليم وإلائه الاهتمام الكبير من حيث المنظومة التعليمية والنظام التعليمي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للبناء، بناء المجتمع ومنه بناء الفرد. وهذا البناء يحتاج لخطط ورؤية استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالتعليم ورفض المجتمع بمخرجات تعليم عالية المستوى. اليوم سنتكلم عن خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة التربية فداء من أتمتة الامتحانات. طبعا مشاهدين محاور عدة نطرحها على ضيفنا في الاستوديو السيد وزير التربية الدكتور محمد عامر المرديني. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير، وكل عام وانت بخير. وانت بكل خير. أهلا وسهلا. خلينا هيك بداية ننتقل لسؤال ونكسب مزيد من الوقت، لأنه عندنا العديد من الأسئلة فيما يتعلق بنظام الأتمتة. هل يضمن العدالة أم سيكون هناك موائمة مع القبول الجامعي لإيجاد مخرجات أو مخرجات لواقع التعليم؟ هو قمة العدالة، لأنه أول شيء نتجنب نحن العامل الشخصي في التصحيح. الأسئلة بصححها لا تمسها الأيدي، والأجوبة في عدالة طبعا بين موضوع الفروقات الفردية بين الطلاب، يعني في طلاب متفوقين وطلاب متميزين وطلاب الوسط وطلاب اللي ما دارسين، كل واحد بياخذ حقه بالأسئلة المؤتمتة. نعم. إضافة لذلك مثل ما حكينا عامل التصحيح في أحيانا إشكاليات كثير كبيرة في بعض المزاجية، فلذلك جنبنا كل العامل الشخصي في عمليات التصحيح، والآلة الآن هي اللي بتصحح. نعم، يعني احنا حبينا هيك ندخل بهذا السؤال لأنه هو جزء من خطة وزارة التربية بمشروع التطوير اللي قائم عليه وعم تشتغل عليه. حنفرض كمان مساحة بالحديث فيما يتعلق بنظام الأتمتة. خلينا لكن نقول أنه نحن الشهادة الثانوية هي بتعتبر جسر عبور من يعني من مرحلة بيكون فيها الطالب نوعا ما ليتحضر، يعني عنده المعلومات بكم، هلا يمكن صرنا بكم كبير من المعلومات اللي عم يحصل عليها الطالب بالمرحلة الثانوية إلى التعليم العالي. هون طبعا هذا الموضوع خلينا نقول لأي مدى بيفتح الطريق، وفي تغييرات عم تقوم فيها وزارتكم لحتى نحكي بتفاصيل أكثر. هذا ما جاء بالمرسوم رقم 1 عام 2024، نحكي بما تضمنه المرسوم فيما يتعلق بالشهادة الثانوية والتغييرات. الحقيقه بتصب بمصلحه الثانويه العامه السوريه اللي هي سمعتها عالميه ما عادتها محليه، وبالتالي نحن عم نحاول قدر الامكان نحصنها نحن من اي شوائب موجوده فيها. لذلك طلعت مجموعه كبيره من التشريعات كلها لها علاقه بتحصين الثانويه، منها مثل ما قلنا اتمتت الاسئله الامتحانيه، منها الغاء الدوره الثانيه او التكميليه اللي حتصير ابتداء من العام القادم، من العقوبات الامتحانية للعقوبات للغير، يعني اللي بتدخل بأي عمليات غش من الغير وليس من الطلاب، أيضا عقوبات مهمة جدا. فلذلك كل هالكتلة من التشريعات والقوانين هي بتصب في مصلحة الثانوية العامة بكل تأكيد. يعني مرسوم رقم 1 جاء فيما يتعلق بموضوع التكميلية، إلغاء دورة التكميلية ابتداء من العام القادم 2024-2025. كمان يعني احنا عم نحكي معالي الوزير، يعني الأعوام الماضية كان الطالب عم ياخذ الشهادة الثانوية عنده فرصة أيضا لتعديل أو تحسين العلامات الحاصلة عليه، إن ما كان هذا الموضوع عم بيتم من خلال تقديمه لدورتين. صحيح. هن الدورة التكميلية المعروفة. هذا الموضوع لأي حد كان ممكن يشكل فرصة للطلاب انهم بحاجة الى تعديل وضعهم بعلامات، وهو فعلا تم الانتهاء من الاسباب الموجبة لاتخاذ قرار كان الدورات التكميلية بالشهادة الثانوية؟ طبعا خلقت هي الدورة التكميلية بالاساس بظروف غير الظروف الموجودة حاليا، لكن مع ذلك حتى لو نفرض انه الظروف الان ما لها موجودة فلذلك او موجودة فلذلك يعني لا سمح الله، طبعا الدورة الثانية هي ما بتحقق عدالة نهائيا، يعني طالب نحن بنعطي عدد كبير من الطلاب حصلوا، عدد قليل حصل على العلامة التامة في الدورة الأولى، بينما أعداد كبيرة جدا حصلت في الدورة الثانية. الآن حتى لو بدنا نعمل دورة ثانية وأقرينا بالدورة الثانية على طول، كان شكلهم فرصة ممكن بتغيير علامة 2 بارتفاع، يعني وممكن تنزل ممكن، بس كمان كان ما يستنى ينتظر للسنة القادمة. لا شوي شوي، نحن بنستنى. أوكي أنا فيني أعمل دورة ثانية، اتس أوكي، هلأ نحن عم نشتغل على الدورة الثانية. طيب بركي ما جاب علامة، بركي أنا حتى الدورة الثانية بدها تيجي أسئلتها أصعب من الدورة الأولى، لأنه ما بتحقق عدالة إذا جبتها أنا بنفس الأسئلة أو أخف.
فبده يفوت مخاطرة الطالب. يعني أنا بقول والله كنت كمان كان يختار الأنسب يعني بالعلامات، بيختار الأنسب له بالدورة بالدورة الأولى أو بالثانية. لا ما في اختيار، ما كان لا ما في اختيار، بده يفوت على الدورة الثانية جاب علامات بده ياخذها بقى. على كل هذا موضوع وانتهى، هلا صرنا بالعام هذا فقط رح نعمل الدورة التكميلية، بينما ابتداء من العام القادم ما في دورة تلغى. تكميلية نعم. وكمان كان في شروط فيما يتعلق بالعودة للشروط السابقة كمان يعني للنجاح طبعا بكل تأكيد بكل تأكيد. كل أنا وأنت عملنا البكالوريا مرة القديمة وكل الناس عملتها إيه؟ في ظلم يعني، في البعض بيقول إنه هيك صار في ظلم، في عدم عدالة للأعوام القادمة، يعني كنا مظلومين لحنا بدورة واحدة. هلأ نحن خلينا نقول هلأ ابتداء من اللي كان بالدورات التكميلية هلأ التغت بالسنة القادمة. طيب هيك ما شكل هذا الموضوع ظلم، أو البعض بيقول أنه انظلمنا أو أولادنا انظلموا يعني بالدورات القادمة، يعني التقديم على البكالوريا بالشكل القديم هي دورة واحدة. الدورة الواحدة هي اللي بتحقق العدالة بين الناس. أنت عم تحطيهم على خط واحد وعم تليلهم سباق 100 متر، ما عم تليلهم بعد 10 متر بترد بتكمل، أنت بتوقف ترد تمشي. لذلك هاي العدالة هي العدالة أساس الحكم وين ما كان. فلذلك أنت ما بدك تحكمي قضية التربية بشكل عام، بدك تشتغلي على العدالة، والعدالة هي اللي احنا عم نتوق لها. فلذلك الدورة الواحدة هي اللي بتحقق العدالة. لما بيكون واحد ناقصه علامة ولا علامتين وبيجي الثاني بيسبقه مثلا بالتربية الوطنية ولا بالعربي وبياخذ عواض منه، عواض العشرين بياخذها 40، مين اللي سبق الثاني؟ سبق تانية اللي أخذ الدورة تانية. ومو كل الناس بتحسن تعمل دورة تانية، يعني في بعدين الأهالي، وفي أحيان كمان طلاب بيمرقوا بظروف خاصة أثناء التقديم أو ممكن بالدورة التانية يمر بنفس الظروف كانوا الخاصة، كانوا تجي دورة تكميلية كمان يعني كمان يمرض ممكن بالدورة التانية ممكن. لذلك ما فينا نشتغل على ممكن، والعالم كله ما بيشتغل. بس خلينا نقول انه لاتخاذ هذا القرار في اسباب موجبه دعت بالتاكيد هي خلقت على شو تم الاعتماد مثلا لتفادي سلبيات كانت قائمه اثناء الدورات التكميلية. كانت 3 سنين عم تمشي الامتحانات بالثانويه بكل هدوء بكل رواء باي من كل مناطق سوريا، على شو بقى انا بدي اعمل دوره ثانيه؟ بدنا ما ننسى الثانوية السورية من طول عمرها قوية صحيح، والحرب حاولت كل الناس تشتغل فينا أعداء سوريا أنه يضعفوا من هالثانوية، بس ما بتضعف الثانوية السورية لأنه قوية. لذلك عم نحاول نرجع نحصنها احنا بطريقة أو بأخرى لتبقى هي الفضلة بين الثانويات الموجودة. يعني على التكميلي ما كان هيك أبدا، ما موجود تكميلي بكل دول العالم. وين التكميلي؟ يعني لحنا حطينا التكميلي إلنا فقط لحنا ضمن ظروف الحرب. أنا اليوم عندي رياضيات، بكرة عندي عرب، صار تفجير ما عاد أحسن روح. فبالتالي أنا الخسارة ما عم تكون فردية، عم تكون على مجموعة كاملة. فلذلك كانت الدورة التكميلية ضرورة، بس هلأ ما عاد في هذا الموضوع نهائيا. على شو بدي كمل؟ كان في خيارات تانية غير العودة إلى النظام السابق، يعني الدورة وحيدة للبكالوريا، يعني كان في خيارات غير التكميلي بسوريا نخترع لحنا ثانويات؟ العالم كله يشتغل على ثانويه واحده، يعني شو احنا بدنا نخترع ثانويتين وثلاثه وعشره؟ قصدك دورات؟ نعم دورات طبعا. نعم. هذا بقصده. فلذلك يعني الامر خلاص بترجع انت لقواعدك سالم غانم ما قبل مشاكل ما قبل الحرب ان شاء الله. بس اجت فجاه وما كان في تحضير يعني للاهالي، سياده الرئيس خلاها للسنه القادمه. صحيح. وشو بدنا احسن من هيك؟ يعني كانت الناس متوقعه انه تكمل دورات التكميليه، بالتالي انه الطالب قد يحظى بفرص جيده ربما علامه. هيك بفكر. نعم. هيك بفكر. انا عم بنقول لك الاسئله والاستفسارات. مو صح هذا الحكي، مو صح. كلياتنا ساوينا ثانويه عامه وليكنا كلياتنا اشتغلنا وفتنا سوق العمل بطريقه كثير كويسه، والناس نجحت ودخلت الجامعات ببكالوريا واحده، وطلع عنا الاطباء الكويسين، وطلع عنا المهندسين الكويسين، والاعلاميين الكويسين، كلهم بثانويه واحده. نحن عم نقول كمان بالخطه اللي انتم عم تشتغلوا فيها ذاهبين لحتى نكون امام اختصار للجهد والوقت يعني، بس وفق جوده عاليه لمستوى التعليم. هون كمان اذا بدنا نقول بلشتوا باتمتت الامتحان، هل هي كمان جزء وخطوه قد فينا ننسب له وبناء على ما جرى ايضا اليوم؟ هي الشموليه والموضوعيه بالاسئله الاتمته. يعني أنا من الكتاب من الدفة للدفة، الطالب يفترض يكون صديق الكتاب فقط لا غير، لا توجيه من معلم خاص ولا توجيه من معهد خاص، أستاذه في المدرسة وصفه.
هي مشكلة مين إذا بدنا نرجع الطالب ليكون كتابه هو الصديق؟ مسؤولية الطالب أم الأستاذ يعني الكادر التدريسي؟ مدرسته وهو وهو مدرسته يقول أنا عندي هذا الكتاب، أنا من الجلدة للجلدة هو هذا اللي بدي أفهمه بدي أستوعبه. الآن عم يشتغلوا كتير من الطلاب على صناعة البكالوريا وليس على فهم الثانوية العامة. صناعة البكالوريا إنه أنا كيف جايبك العلامة، كيف بنشحك، هون المشكلة. نحن ما بدنا هيك طالب، بدنا طالب هو يكون مستوعب الثانوية العامة، مستوعب الكتب، مستوعب مثل ما حكينا يعني في الفهم، في الابتكار، في التحليل. هذا اللي بدنا اياه نحن، ما بدي اياه انا والله يصنع له هاي المساله بيقول له ما بتجي، وهذا لا تقرا المتراجحه لانه هي صعبه ما بجيبوها، هيك عم يفهمون. طيب. مع الاسف يعني جميل، نحن معكم مقرين يعني بهذا الموضوع وهي الغايه والهدف اللي هو كلياتنا عم نشتغل حتى نحصن هذا الطالب وصوله الى المستوى التعليمي ووجودته، لكن كمان هذا كان لازم على البكالوريا، ليش ما بلشنا فيه بالعاشر و11؟ عموما حاترك لك الاجابه معالي الوزير، لكن خلينا نتابع سويه طبعا حوار اجريناه مع زميلتنا هزار الساتور ومنتابعه ونرجع كمان لناخذ ايضا التعليق. تفضلوا. هي أكيد أصعب بكثير من التقليدية اللي كنا متعودين عليها، لأنه أساساً النماذج يعني أسئلة الكتاب أو نموذج الكتاب ما بيتفق أبداً مع الأتمتين، كله أثبت، كله علل، كله كذا، فنحن هذا النموذج تعودنا عليه بالعادة مثل العادة يعني. تفاجأنا هلا إنه كله أتمتي والخيارات يعني هي تكون الخيارات متقاربة؟ متقاربة إيه، في تقارب بالخيارات وفي مثل تحسها ملغزة، كلها لغزة، كلهم نفس مثلا الإجابات بس في ناقص، في زائد، في مثلا واحد زائد واحد. كم سؤال إجاكم وقت ما؟ 40 سؤال. قدي الوقت؟ ساعتين. الوقت ما نو كافي. مو كافي؟ لا لا، لحدا بده يحل كل شيء بالتفصيل، بده مثل ما هن جايبين أسئلتهم على هاي مستوى الصعوبة، هذا الوقت ما بيكفي لساعتين، ما بينحل بلا عمليات حسابية، لأنه أساسا من الحل من اصغر سؤال لاكبر سؤال بده عمليه حسابيه، ما بنحل بلاها، يعني ما ماده حفظيه هو بالاخير، حتى هن ما حاطين مسوده كافيه اساسا لهي المعادلات كلها، بس رياضيات وفيزياء وكيمياء ابدا ما ظابطه الاتمته، نحن كطلاب علمي مو ظابطه هي الاتمته، يعني ايه كمواد ثانيه انجليزي فرنسي علوم وطنيه هدول كلهم مقبولين، بس كرياضيات وفيزياء وكيمياء لا ابدا. والله كانت كثير صعبه والوقت ما كفى بالمره، يعني انت اذا بدك تكتبي بدك تحسبي كله حسبي انه عمليات حسابيه، على شو اثر انه ساعتين صارت ما بعرف، هي 40 سؤال يعني كثير كانت صعبه وكثير ما لها منطقيه، ما له مفهوم شو بده من السؤال يعني، هلا ما لها منطقيه انه تصير مؤتمته، حتى اذا صارت اتمته انه يزيد الوقت او يساوي اي شيء، يعني صعبه كثير كانت، مستوى ما له متوسط حتى ممتاز يعني، يعني نحن الحمد لله من الاوائل وما عم نعرف يعني، شوي في كذا سؤال ما انه نلحق نشلف تشليف مشان ما نترك شيء فاضي. يعني هيك صار فينا اخر شيء نحن، كان في كثير اجوبه متقاربه ويعني بدك كثير تفكري بالسؤال، بدك اكثر من 3 دقائق بكل سؤال، يعني بدك شيء 5 دقائق لسبع دقائق بكل سؤال لتحليه، يعني كانت ما لها منطقيه وبالسؤال ما له واضح شو بدك انت لحتى تعرفي كيف تحلي. فكره كثير جديده نطبقها بنص السنه، وفكره ثانيه الوقت ابدا ما بيكفي، يعني انتم اختصرتوا الوقت على حساب الطالب، هي اول فكره، ثاني فكره العمليات نفسها عم تتم على الورقه، يعني العمليات اللي عم نقديها تبع النظام القديم هي نفسها عم نعملها تبع تجمعي وتطرحي وبدك نفس الخطوات لحتى توصلي لاخر الجواب، مده كله وقت، يعني الساعتين ما بدك يكفوا ابدا، كنا ناخذ علامات قبل على انه مثلا انت اذا معوضه الجواب اذا كذا، هلا ما في، يعني هلا كثير صار في يعني دقه وكثير هذا صعب، وفكره ثانيه انه عم طبقوه بنص السنه والوقت ابدا ما بيكفي، وفي صعوبه، يعني في كثير صعوبه وتبع انه رحتي خربطتي مثلا حطيتي جوابين لهاد، طب انت الورقه ما عم تتصحها، 15 علامه راحت دغري. ما بيصير هذا الشيء ولازم يخبرونا قبل بوقت، يعني صراحه ما بيكفي، حتى الاساتذه نفسهم ما عم يعرفوا معنا شلون بدهم بقى يحلوا لنا الاسئله او يحطوا لنا نماذج. الاتمته اول شيء الوقت كثير قصير، ثاني شيء في كثير صعوبه بالاسئله، يعني في اسئله بدها كثير وقت منك، يعني اكثر من 5 دقائق لعي كل سؤال بحيث انت تعرفي الجواب، واذا خربطتي ما عاد فيك تمحي، يعني انا خربطت بوحده ما عاد فيني محيتها، خلص راحت علي ال 15 علامه وراح. الاسئله كانت كثير صعبه مو بس شوي، يعني انا ورقتي كلها عقديه ومتتاليات، كله عقديه، لديك المتتاليات
الاليات يعني تاركين كل كتاب وجايبين منها الوحدتين. تقليدي اسهل بكثير من الاتمته، هلا الاتمته يعني خيارات كلها متقاربه، هلا في خيارين ممكن انت تشطبيهم انه خطا، بس ثلاثه نفس الشيء، اذا خربطتي باشاره واحده يعني بتلاقي الجواب اللي مخربطه فيه موجود، يعني انه انت خربطتي باشاره طلع معك الناتج موجود بين الخيارات، انت بتروحي بتقولي انه لا جوابي صح، يعني كثير صعب اسئله الاتمته. هلا قبل كان انه ممكن انت تحطي قانون تاخذي علامه قانون علامه طاوله يرحلك بس علامه الناتج. الاسئله كانت كثير صعبه وبدها حل كله وما بتراكي المستويات، حتى ورقه المسوده ما كانت عم تكفي انه نحن نحل كل الاسئله بدها حل، ما في شيء انه هيك مثل ما حكوا انه دغري من الخيار ممكن تلاقيها ابدا. كلها صعبه يعني عن جد، اذا خربطتي باشاره بتضيع علامته كله. لا ما بننجح، كلنا ما بننجح. ما بتنجح؟ لا، كان الوقت مو كافي ابدا، والاسئله يعني ما في شيء منها بالكتاب وبدها وقت، يعني الوقت ابدا ما خرج هيك اسئله، وبدنا كان الورق كمان يعني ما اختلف شيء عن النموذج اللي قبل، نفس الحل يعني ما ابدا ابدا ما بيمشي الحل. اخذوا وقت بالحل تحطوا الجواب. ايه تمام. قريبه يعني، وصحيح نحن عم ناخذ نحن وقت بالحل، بس ضمن الجواب مثلا في اجوبه متقاربه، يعني انه واحد بيفكر مثلا اشاره او رقم فبتصير العلامه كلها، يعني حتى العلامه الموزعه على الاختيارات انه ما انا منطقي وما انا يعني ظالمه. كثير صعبه كانت الاسئله، نحن مو متعودين على هالنمط، هاد حرام اجينا بنص السنه حطونا بوضع نحن مو متعودين عليه، الاسئله كانت صعبه، الوقت ما بيكفي نهائيا، يعني على نهايه الوقت بتحطي القلم. قصدك انه ما تحضرتوا لهيك نوع؟ ما تحضرت ايه انه الاسئله ما انا مرايه كل المستويات وكثير صعبه وكثير طويله، وما انه حاطين اسئله، انه حاطينها كلها ممتازه او جيد جدا. ببساطه اذا هيك إيه؟ اسئله امتحان نهائي منيح اللي رجع التكمله، لانه كلنا مأكملين الرياضيات ما في مجال. طبعا اذا هيك الاسئله امتحان نهائي طبعا. في اسئله بدورها وقلها ما بتحل هيك بالاختياري، يعني في شغلات انت نص الجواب بيطلع معك صح، نحن دائما عم نوقف عن الجواب الاخير، الجواب الاخير دائما بيطلع معنا غلط، بس لسه حل، يعني هيك رح تروح كل الحل كله على الفاضي، كل ورقه هيك ولا شيء. انا كل شيء كنت دارسته ما عرفت حل منه ولا شيء، اسئله اول مره بشوف هيك نموذج، انه انا للتمرين هالقد وبالكتاب حللته، ما عرفت حل ولا شيء اليوم، اذا انا هلا دارسه منيح رياضيات وما عرفت حل، كيف اخر السنه كيف بدي حل؟ اذا هيك الاسئله ما فيها تدرج بالمستويات خالص، اذا عم حل ما عم يطلع معي ولا خيار. معالي الوزير للاسف ولا راي ايجابي. انا بعترض على التقرير لانه كمان عملنا جوله كمان اللي احنا عملنا جوله وشفنا كثير. شو شملت الجوله؟ يعني زميلتنا حاولت على كذا مركز انه ربما يطلع مع راي ايجابي. كان عندها بنتها بكالوريا الان. لا مستحيل زملائنا. لا حتى انا سمحتي لي بس انا هزار ما عندها حدا، هيدي نقطه. وانا كمان اثناء وجودي والناس عرفت انه عندنا لقاء مع حضرتك، كمان اليوم وردتني العديد من الاسئله، هي اراء وتساؤلات، يعني بالغايه بهن نتابع مع بعض. سمحتي اول شيء وزاره التربيه، وزارة التربية هي خلقت مشان طلاب، الطلاب مو أعدائنا، الطلاب هن أبنائنا وأخوتنا. نعم، ولحنا دائما منتوق إنه لحنا تكون عندنا ثانوي بأفضل ما يمكن، ما هي؟ هي الفكرة. أول شيء لحنا مو أعدائنا، يستحيل يكون عندنا لحنا تشفي مع الطلاب وعم نجيب لهم أسئلة صعبة مشان لحنا نعذبهم ونبكيهم. اثنين وهو الأهم، في فروق فردية. المراعي توا هي واحد، هي الآراء. أنا بيجي أنا عندي الأسئلة يلي موجودة عندي 40 سؤال، لحنا في 30-40 منهم 30% من 40%. طيب هلا للطلاب الوسط، وبالتالي طالب الوسط بيرجع بعدين عندي 20% لفوق الطالب الجيد، ثم 20% اللي بعدها جيد جدا، ثم 10% للمبدع للمتميز. هذا بنسق عالمي مو من عنا لحنا جايين. هن معودينهم أساتذتهم، معودينهم بالخاص. على فكرة معظم الطلاب ما عم يداوم بالثانويه، يعني لو بدنا نحكي نحن بصراحه بقى ما حدا عم يداوم بالثانويه، كله عم يعتمد على المعاهد الخاصه والمدرسين الخاصه، والمدرسين الخاصه هن بشكل عام والمعاهد هن اللي عم يحكوا انه اسئله الاتمته صعبه واسئله مو منيحه. كل الاحوال هذا موضوع ليش؟ لانه بيروح شغلهم صحيح. بالنهايه انا لاقول لك القصه بالنهايه، هاد النتائج هي بتروح على مركز القياس والتقويم. نحن هو الغاية كمان من الاستفسارات وهي الآراء دكتور لحتى نوصل كمان معكم، لنحطكم بصلب هذا الموضوع. تمام. لحتى نوصل مع الطلاب وحضراتكم لتحقيق هاي الغاية. أنا رح أخذ النتائج كلها للتصحيح مركزي لا في وزارة التربية،
حترك كل النتائج لمركز القياس والتقويم. مركز القياس والتقويم بده يعطيني رقم، انا بستند على الارقام، ما بشتغل على العواطف والبكاء والزعل، ارقام. عندي هدول الاسئله هدول مدتهم قليله بيقولوا لي والله بدنا نزيدها، عندي اسئله مسائل صعبه كانت هي افترض تكون للوسط منحول منخففها، فهذا هو بيصير الميزان عندي انا بمركز القياس والتقويم. اما نحن بدنا نشتغل عندنا حجم بين العلم لازم ياخذه الطالب بخلال دراسته وليس برجع بقول لك انا نحن ما عم نصنع علامه، نحن عم نصنع علم. وبالتالي بده الطالب يتعلم لينجح بالفحص، يعني هون الوسيله والغايه واحده مع بعضها. اما مو انا بجي بدربه وبقول له والله هدول هالصفحات هدول ما بيجي منهم شيء، هدول اوعك تدرسون متراجعه لا تجيبها، ما بيجيبوها. من سنه 2017 اجت الاسئله سهله، فالعالم تعودت على النسق هذا انه والله انه هيك الاسئله بتكون، ودوره ثانيه كمان نفس الموديل. ما هيك الثانويه، الثانويه بده يكون في كتابك، وهذا الكتاب يلي محطوط لك انت بدك تحفظه ومو تحفظه، لانه في جزء للاستذكار بدك انت تحلل المعلومات وتفهمها وتتابعها وتعطيها. فهي الفكره. أما فكرة أنه والله هذا بيجي وهذا ما بيجي ولا تدرس هدول، هذا ما بيمشي الحال. وهي دايما التجارب الجديدة، خلينا نقول أو أي شيء جديد ممكن بشكل هذا الخوف، وهي رغم تجربة معممة عالميا معهم حق أنه خافوا منها، بس إحنا عم نعطيهم تدريب عليها. بلشنا كيف ننزل هذا الخوف يعني؟ هلأ بالتدريب، هلأ المذاكرات كلها مساوي لهم يا ملأتمتي عنا هلأ خلال هالفترة. شو مضمونة هي العطلة الانتصافية؟ نعم. تدريب الأساتذة كلياتهم بالمدارس على الأتمتة كلياتها، بدهم في عنا الموجين الاختصاصيين رح يقعدوا معهم، وفي عندي على الفضائية رح نشتغل، على التربوية نشتغل، وعلى المنصة التربوية تبعنا نحط نماذج من الأسئلة متعددة وجولات على المدارس لحتى بالأخير نكرس هالثقافة، هي ثقافة الأتمتة، أتمتة النتائج، أتمتة التصحيح وليس أتمتة الأسئلة. نعم. يعني عنا حيكون كمان فترة يعني هاد على الفضائية وعلى التربوية طبعاً خلال فترة طبعاً الظهيرة بالعطلة الانتصافية طبعاً برامج مخصصة طبعاً لطلابنا الأعزاء. يمكن لما عم نحكي نحن عن الأتمتة وأيضا موضوع الأتمتة، إذا بنحكي عن الدوافع وأيضا حتى كمان الكوادر التعليمية المختصة القادرة على إنجاز هذا النموذج، وكيف تم التعامل مع أو تحضيرها تكون بهذا المستوى العالي أو وفق هاي المعايير؟ نرجع منقول لحنا عن مجموعة من الموجهين الاختصاصيين يلي هن بيرفعوا الرأس، مجموعة قادرة وقديرة، وكانوا هن معلمين بقلب الصف، يعني بيعرفوا كمان معاناة الطلاب وبيعرفوا كيف هن يشتغلوا على الأسئلة بطريقة هي تكون طريقة صحيحة وفعالة. فلحنا اجتمعنا معهم كذا مرة وقعدنا معهم كيف هن بيصيغوا الأسئلة وبنقل الأسئلة، والتدرج بعمليات الأسئلة صارت بالنسبة لهم أو وضع الأسئلة صارت بالنسبة لهم شغلة قضية سهلة، وفي فريقين، فريق بصحح وفريق بعير الوقت. يعني الكوادر الموجودة بوزارة التربية كوادر بترفع الرأس أكيد، تحية لهم وكلهم كلياتهم. حتى عملنا هذا كلياته وهو عمل تراكمي بالنهاية، يعني كل السادة اللي شغلوا وزارة التربية كل واحد قدم قيمة مضافة لحتى وصلنا لحنا وحصدنا كل هالمعلومات وحصدنا كل هالنتائج وساويناها بطريقة تجعل الثانوية العامة ترجع القلق للثانوية العامة. ما حدا يخاف من الطلاب، ومثل ما قلنا التدريب على الأتمتة بهذا الاختبار حيجي لاحقاً الاختبار التجريبي، وبعد الاختبار التجريبي ثقي تماماً وأنا واثق إذا تموا هن عم يسمعوا لنا ويتابعوا صفحتنا كوزارة التربية وما يسمعوا من الكلام المغرض من أي شخص يقول له الأتمتة صعبة والأتمتة مستحيلة والأتمتة، هذا كله حكي هو عبارة هراء. وفقا لما ذكرت حضرتك يعني دكتور انه حيتم كمان يمكن قياس او صبر الاتمته بماده الرياضيات بمركز القياس بكل المواد، يعني في احتمالات حتى يعني لبعض من الاراء اللي كانت ممكن فتره الوقت وخاصه بفيما يتعلق بالمية مية، يعني حنشوف هذا السؤال بالضبط. هذا السؤال صعب، 5 دقائق له بده ياخذ غير كافيه، خلينا نعمله 6 دقائق معيار للوقت، وبالنهاية بيطلع معنا
مجموعة من الأسئلة مثل ما قلت لك الفروق الفردية هي اللي بتخلي الناس أنا ما عرفت حل ببلشوا بيبكوا أنا ما حسنت بينما هلأ كان عندنا طلاب قال والله أسئلة كتير كويسة وظريفة فتنا اليوم عملنا جولة مع سيد المحافظ سيد ورفيق عضو قيادة ومشينا ودخلنا على مدرسة من أهم مدارس دمشق اللي هي ثانوية بهجة البيطار اللي فيها أكبر عدد في دمشق من طلاب الثانوية وسمعنا وشفنا يعني ما لقينا هالبكاء هذا الفظيع والحزن الشديد هذا بالرياضيات وبالفلسفة أيضا كان نفس الموضوع بالفلسفة بالعكس قالوا الوقت كتير كتير طلعوا من نص الوقت قال أسئلة سهلة وطلعوا من نص الوقت يعني وبالتالي كمان هذا غلط بالنسبة لأنه مادة حفظية سهلة لا ما لا مادة ما في مادة حفظية كل الأسئلة بتجي في شيء على الاستذكار ومثل ما قلت لك حوالي 25% وفي 50% على التحليل والابتكار بصير يعني في قضايا محسوبة بدقة على مجموعة أسئلة فلذلك بجوز الوقت كان كتير ساعتين هذا لازم نخفض أو ساعة ونص لازم نخفض لحنا حسب عدد الأسئلة فبترجع كمان للقياس التقويمي اللي هن بيخبرونا لحنا شو نساوي يعني المسألة اللي احتاجت منهم هلا وقت طويل قد تكون يعني بالدراسة القادمة إنه تنعطى مساحة أكبر تماما ممكن إنه والله ساعتين المسودة تكون أكبر مثلا بالمئة ولك منشوفها تماما منشوف هلا بدها تجي الأوراق عنا وبيبين معنا من المسودات المكتوبة الطالب اللي ماله دارس مزبوط بده يشخط وبده يقيم ما لوين ما يوصل فما حتكفي المسودة أما الطالب اللي دارس ممكن يكون مسودة عنده إياها كفته بسهولة جدا ما أخذ منها أكثر من سطرين يعني كمان في سؤال عم بينطرح كان أنه ليش بلشنا فيها بالمواد العلمية خلينا نقول ليش ما تبلش فيها بالمواد مثل الفلسفة التاريخ الجغرافيا هاي المواد الحفظية يكون الموضوع أخذ بشكله تدريجي كل سؤال بنطرح هلا هو بنطرح بالوزارة عشرات المرات ومن الأخير وبالخبرات التربوية هي موجودة بالوزارة نقعد ونناقش تفصيلات صغيرة جدا 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 لنوصل للأخير للنهاية الامتحان المؤتمت مو بس فقط لأنه أنا بدي أخذ نتيجة كمان أول شيء تلغي عمليات الغش نهائيا لأنه أول شيء عندك عدة نماذج الطالب بيجي اسمه مطبوع على الورقة وبيجي رقمه الوطني مطبوع وبده يحط بكرة بصمته في قضايا كثيرة كمان العلاقة بالأتمتة لتصون الثانوية العامة ما يصير فيها أي مشاكل أي تدخلات من الغير وإجت العقوبات فوق منها مشان يلي بيسترجي يقرب على الامتحان الثانوية كمان يندك بالسجن مينيموم شهرين وتوصل لثلاثة إلى 15 سنة سجن فلذلك يعني الثانوية لو ما كان حرص المجلس الوزراء ومجلس الشعب وسيادة الرئيس على صون هذه الثانوية العامة ما طلعت كتلة هالتشريعات كلياتها فنحن منشوف من فوق بس الناس بتفكر انه والله كل هالقضايا اللي بيطرحوها انه ما خطرت على بالنا لحنا لا خطر على بالنا ودرسناها وبالاخير وصلنا نتيجة برأي جمعي وليس برأي فردي يعني مو انا قاعد انا مفكر قلت والله بدنا نأتمت بدنا نعمل بدنا نسوي في لجنة مو بس لجنة خبرات طويلة هي قعدت كلها مع بعضها وقررت بالنهاية تروح بهذا الاتجاه يعني احنا مع خلينا نقول هاي التجربة اللي هي بداية بتكون خوف اللي اجتهم هيك للطلاب بقدر خوفهم اكيد ونحن حنحكي كمان يعني مع حضرتك فيما يتعلق بالمرسوم رقم 42 اللي بيتعلق بالافعال المخلية بالعملية الامتحانية اللي هي ايضا تصب بهذا الموضوع حماية الشهادة الثانوية العامة السورية اللي هي إلى حضوره أيضا اللي كان لكن خلينا كمان في موضوع الأتمتة قد تقتل روح الإبداع عند التلميذ أو الطالب فيما يتعلق لأنه هي تحتاج إلى دقة بالأسئلة بعيدا عن الرياضيات يعني باقي المواد الحفظية العكس تماما 10% 15% من الأسئلة هي الإبداع للمتميز لذلك أنت ما حتلاقي أكيد علامات تامة بالثانوية بأي مقرر إلا فيما ندر لأنه هن نسبة المتميزين عالم ما تتجاوز 0.3% فلذلك من وين بدك تلاقي مبدعين ما تكشفهم الا بهالامتحانات الثانويه هذول يلي هو قادر اللي بنعطيه سؤال ولا سؤالين اللي هن بدهم الناس اللي فعلا مبدعين ولا هن ذكاؤهم فائق هي الفكره يعني نعم باللغه العربيه مؤتمته لكن موضوع التعبير موضوع يعني حيصير التعامل مع الورقه على جنب نعطيه ورقه ثانيه على جنب احنا بعد ما بيخلص المؤتمته بنوزع له ورقه الموضوع بنعطيه الموضوع بورقه ثانيه لحتى هو يتابعه يعني هاي بدها يصير فيها تصحيح يا دكتور
نعم، هذا يتعلق بموضوع الأتمتة اللي هي صحيح. مندرجة أيضا تحت خطة التطوير اللي تقوم بها وزارة التربية. أيضا مرسوم رقم 42 يتعلق بالأفعال المكلفة، خلينا نشرح ونحكي عنه، الدواعي اللي تم اتخاذه، أيضا ما يحمله في طياته. كثرة وسائل الغش التكنولوجية بكل دول العالم وحتى عنا نحن، فلذلك هلأ بنرجع لقصة التصحيح وقصة التنتيج وقصة القاعات الامتحانية وقصة تبديل الأوراق. هي دائما المشاكل الغش الفردية يلي بيعملها الطالب له عقوباتها، هي ما لها علاقة بالمرسوم نهائيا. أما الموضوع اللي احنا هو تدخل الغير. تدخل الغير يعني أنا مثلا أب ورحت أنا نقلت ابني على الموبايل مثلا، يعني أنا كأب بندك بالسجن، بينما فيني ابني انا اعفيه من كل العقوبه تمام، مقابل انه انا وقعت بهذا المطب. انا الغير، لذلك مين بيدخل على، بجوز في عنا ناس بتدعي انه هي موظفه من وزاره التربيه، هذا بتاخذ له ورقته بتبدل له ورقته اثناء عمليات التنتيج اثناء عمليات التصحيح. كل واحد بده يعرف انه هو معرض لعقوبه قاسيه جدا في من خلال هذا المفهوم. لذلك يعني كان هو أداة إضافية لتحصين الثانوية العامة. وكمان أيضا الأتمتة ما عاد في بهذا الموضوع تماما، كله مترابط يعني مع بعضه، كتلة متكاملة 40 سؤال هلأ مثلا تماما، بكرة ممكن بالنهاية يوصلوا ل 70 و 80 سؤال كمان. إذا بدنا نحكي كمان عن الخطة المتكاملة القادم، يعني شو حيكون هلأ العام القادم؟ حندخل بموضوع الدورة الواحدة لشهادة الثانوية العامة. إذا الطالب بده يقعد مدرسته، ما بيطلع برات البكالوريا تبعه هلا الحادي عشر والعاشر كله عم يطلعوا يدرس بكالوريا من أول وجديد، كله حكي فاضي. بدك تفوت على مدرستك وبدك تدرس الكتاب، وكتابك صديقك، كتابك صديقك هو الوحيد يجيب لك أسئلة منه، لا بدي يجيبها من عامر مرديني ولا من حضرتك، من الكتاب، من الصفحة، من الجلدة للجلدة، بتدرس وبتتعلم وبتنجح وتجيب على علامات، ما في شيء من برا أبدا نهائيا. لذلك انت بدك تقعد على مقعد الدراسه مثل الناس العالم، ولا بقى تركض لي على قصه والله بنترك الثانويه تبعنا نحن ونروح على معهد. في ايضا مسؤوليه الكادر التدريسي موجود عندنا، كوادرنا بتاخذ العالم. نعم، بس في بعض الكوادر اللي هي قد تساهم بهروب الطالب من المدرسه الى الدروس الخصوصي او المعاهد الخاصه مثلا، يعني تمام يتحمل مسؤوليه بقى، يلي بده يترك المدرسة ويمشي يتحمل مسؤولية. أنا مدرسة الدولة عم تعطيني، لو بتعرف شو بيندفع التربية من الدولة، بعز دين الحرب، بعز دين الحرب لحنا 72 مليار حق كتب مدرسية. الدولة بتعطيك 72 مليار حق كتب مدرسية مجانية للطلاب. ليلي دولة عاشت حرب 13 سنة وقادرة على الاستمرار. المدارس اللي موجودة عنا مفتوحة لمعلمين يلي هن أنا بسميهم الفدائيين، يلي بالرغم من الظروف القاسية عم يفوت على صفه ويدرس ويعلم، هذا ترفع له القبعة أكيد. بكل دول العالم مو بس عنا. فلذلك لحنا نعتز ونفتخر مدارسنا، وبالتالي نعتز بكوادرنا التعليمية، وهن يلي بالنهاية فعلا بده يكونوا حريصين على ثانوية أولادهم أكثر من حرصهم على نفسهم. بتمنى أنا فعلا تصل هالرسالة، فوت على مدرستك ودروس وتلاقي حالك أنت من ابتداء السنة القادمة أنت بتاخذ النتيجة اللي أنت اشتغلت عليها. يعني لما عم نحكي، نحن عم نحكي بالأتمتة، هل في نماذج فعلا حقيقة يعني أنه هي فينا نحصل عليها سواء على المنصة أونلاين أو لا غير موجودة، يعني تكون هي نماذج تدريبية للطالب؟ رح نعرض كثير على صفحتنا هلأ، رح نعرض كثير نماذج. هو بالنهاية بدنا نوصل لبنك أسئلة، بنك الأسئلة اللي بتألف ولنفرض من 1000 سؤال، بالأخير 1000 سؤال فيهم فئات، فيهم في مثلا 500 للأسئلة المتوسطة، فيهم 200 للأسئلة الصعبة. ساعة مين ما كان بينقي الأسئلة، حتى الوزير نفسه هو ممكن ينقي الأسئلة. إذا أخذت أنا شطل مثل ما بيقولوا، أخذت من كل نموذج تماما. فلذلك هلأ رح نحط نماذج، لأنه عم نساوي البنك متى ما شافوه الطلاب ودرسوه معناتها هن اشتغلوا بطريقة كتير حلوة على يحفظ تماما.
يمكن هاي النقطة مهمة للطالب للحصول عليها، وبالتالي كمان هو فينا نقول كمان تخلصنا من جزء بيساهم كان بعملية فقداننا للشهادة الثانوية بالمدرسة، وبعد الطالب عن الكتاب هو الأستاذ الخصوصي يعني طبعا. هي الظاهرة المنتشرة. لما عم نحكي عن الأتمتة وعن خطة التطوير هي اللي جزء منها، لكن أيضا تطوير المناهج كمان جزء. مركز تطوير المناهج مركز ضخم جدا وفي كوادر كتير كويسة، وعلى فكرة معروض على مجلس الوزراء الآن قانون مركز تطوير المناهج يلي هو بيضم نخبة كبيرة من الموجهين، نخبة كبيرة من الاختصاصيين اللي هن عم يشتغلوا على قصة تطوير مناهج. الآن نحن بصدد، بس يصدر أكيد حنكون بصدد الحديث عنه لكن نحن بصدد الآن العودة قراءة كل مقرر من المقررات ومحاولة تجديده، مثل ما بنحكي بالأبديتنج لكل المعلومات الموجودة بما يتمشى مع الخطط التربوية سواء في المنطقة أو في العالم. فلذلك مركز تطوير مناهج قريبا جدا إن شاء الله بيكون صدر مرسومه، لحنا مثل ما قلنا الآن مجلس الوزراء إن شاء الله الأسبوع القادم، وبالتالي ممكن يروح لمجلس الشعب لا آخره. فلذلك هو مهم جدا، هو الموازي للعملية التربوية كلها. ولما بيشوف حتى موضوع الأتمتة الأسئلة ممكن يكون كمان قسم كبير من المناهج الجديدة فيها نماذج من الأسئلة المؤتمتة. حكيت يا حضرتك هلا على الأساتذة الخصوصية والمعاهد، بتمنى هن كمان يشتغلوا على تدريب طلابهم على الأسئلة المؤتمتة أكثر ما يعبوا راسهم ويقولوا لهم هذا بيجي وهذا ما بيجي. عم نحكي عن خطة لكن لم يصدر خطة عمل متكاملة ثابتة لتطوير التعليم. معالي الوزير تساعد طالب أيضا على تحقيق ميوله وتحقيق رغبته بالجامعة وبالتالي أيضا دخوله للسوق العمل. حلو كتير هذا الحكي. هلأ لحنا عنا بقانون أحداث الوزارة يلي كمان ماشي إن شاء الله بالتشريع، فتنا وحنفوت بقضايا المسارات التربوية، يعني في المسار الطبي، المسار الهندسي، المسار حنمشي من الثانوي من صف العاشر ونحن ماشيين بمسار معين، وهذا ايضا بيتوائم مع سوق العمل، متطلبات سوق العمل، حتى عندنا المهني الفني كلياته هذا والاجتماعي. فالطالب من صف التاسع ونحن ماشيين بده يكون ضمن مسار معين عم يخوضه من البدايه حتى النهايه في المقررات اللي عم يدرسها بالعاشر والحادي عشر وصولا للثانوية العامة وانتهاء بالجامعة. إذا في ربط الآن، ربط مباشر بين مخرجاتنا لحنا ومدخلات التعليم العالي. التعليم العالي يعني في ممكن يكون خطة طويلة الأمد عمرها طويل لهذا الموضوع؟ بالتأكيد عم نشتغل عليه، مو أنه بخطة يعني خلال فترة قريبة إن شاء الله بتكون ظهرت مواده إن شاء الله. خلي بس أرجع لموضوع ما جرى اليوم، يعني أيضا بس هيك نطمن الطلاب نقول لهم فيما يتعلق بموضوع الأتمتة ماشيين فيه بشكل تدريجي وحتى كمان هو تجريبي. والله ولادي الولادي طلاب هو حقهم الخوف، او خليني اقول احفادي أكيد. يعني الحقيقه اولادنا لحنا اولادنا لا يمكن لحنا انه نظلمهم. الحقيقه حرصنا فقط لحنا على انه تكون الثانويه عندنا بابهى صورها. هلا اذا في عندنا مثل ما قلت هي عباره عن تدريب، هذا الفحص النصفي التدريب، حناخذ كل نتائج لحنا ونشوفها ونقرر بالنهايه كيف بدنا نعزز الشغلات الإيجابية اللي فيه ونحاول إذا في قضايا سلبية نحاول نخفف منها قدر الإمكان. وأنتوا في موضوع يعني استيعاب كل الأسئلة التي تردكم وحتى الاستفسارات، يعني واحد كمان من الأسئلة اللي عم بيقول كان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أسئلة الرياضيات فيها أخطاء بالأسئلة، مثلا سؤال بالأشعة في سؤالين بالمتتاليات والمدة غير كافية نهائيا. ممكن تقوم الوزارة بتغييرات، بس هون السهولة كتير بسيطة انه هذا سؤال بنحذف دغري وبتتوزع علامته على باقي الاسئله. يعني اذا حصل معنا انا استاذ في كليه الصيدله، بحكي كان بالامتحان النهائي، حتى بالامتحان بنحذف السؤال علامته وبتتوزع علامته على كل الاسئله، فما في مشكله ابدا بهالقصه بالاسئله المؤتمته. بتصير هي بتصير وين ما كان بتصير، ممكن يصير فيها غلطه بنقطه، غلطه في صفحه مظابطه، رقم مظابط، فشغلته سهله بالاسئله المؤتمته، دغري على المفتاح بينقام هذا السؤال بتوزع علامته على بقيه الاسئله.
معالي الوزير شكرا لسعادة صدرك وإجاباتك اللي كانت هي طبعا للطلاب، نتمنى تكون هيك وصلتهم الراحة النفسية وخاصة بموضوع الأتمتة. إذا في شيء حابب أيضا نضيفه نحن بنهاية لقائنا مع حضرتك. والله ما في غير بدي أقول أنت الطلاب والتلاميذ كلياتهم هدول أولادنا ولحنا بعيوننا التنتين، وإذا في أي يعني بس بدنا نشتغل على قصة يعني شوي نخفف من مقاومة التغيير عند الكل. هي ثانويتنا هي اللي منفتخر فيها ونرفع راسنا فيها، بتهتم بالنسبة لنا اسم سوريا عالي فيها، وإن شاء الله بهمتهم وبكرة بيشوفوا يعني إن شاء الله. بيشوفوا إن شاء الله الأمور بأفضل ما يمكن. أكيد شكرا كثير لحضورك معالي الوزير السيد وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني، وطبعا نحن كان هدفنا أيضا بحضور حضرتك وهي الأسئلة اللي حصلنا منها على إجابات بموضوع الأتمتة، نظام الأتمتة اللي هو ضمن خطة وزارة التربية بالتطوير. نحن سوا عم نشتغل وحيكون لنا لقاءات عديدة بالعديد من المواد اللي هي ضمن الأتمتة خلال العطلة الانتصافية على شاشة القناة الفضائية وأيضا التربوية. تمام، بالفصل التجريبي على فكرة حنغير المقررات ونجيب مقررات جديدة اللي احنا كمان نشتغل عليها بالأتماتي يعني غير الرياضيات والعرب. أكيد حنكون سوا مع أكيد بعض حتى أكيد نواكب أكيد هذا الموضوع. شكرا كثير، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، تمنياتنا حتى لطلابنا أيضا بالتوفيق والنجاح. وشكرا لكل الكوادر التدريسية والتعليمية. شكرا مشاهدينا، لهم كنصنا لختام لقائنا، أهلا وسهلا فيكم وبأمان الله.